السلام عليكم. تتجدد الأحداث كل لحظة في تعز ومجالها الحيوي الممتد من الميناء إلى المضيق لتضع أكثر من إشارة لأهميتها الحيوية والديموغرافية. تعز التي تنام وتستيقظ على جرائم الميليشيا بحق المدنيين، كان آخرها اليوم جريمة بيرباشا التي أدت إلى وفاة نحو 9 مدنيين. كجغرافيا تبدو تعز حاضرة في قلب المعادلة اليمنية إذا ما تعلق الأمر بالمعادلة الاستراتيجية، وخصوصا مجالها المائي باعتبارها نافذة الربط اليمني بين أقدم قارتين في كوكب الأرض آسيا وأفريقيا. غير أن إغفال أهمية الجغرافيا الاستراتيجية لتعز على الصعيد العسكري والجيوسياسي ما يزال هو الحاضر الأبرز في ذهنية صناع القرار المحلي والإقليمي. حتى الاختراقات التي تحصل في المحيط المائي جنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيا تكشف كل يوم عن الآثار السلبية المترتبة عن التقصير تجاه معركة التحرير في تعز باعتبارها معركة مهمة. كما أن تأجيل معركات الشريط الساحلي الممتد من ذباب إلى ميدي يجعل تأمين المياه الإقليمية ووقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الانقلاب في مهب التردد. المخا أيضا كمنفذ حيوي يقول عنه متابعون إن تحريره سيكون مفتاحا مهما لاستكمال تحرير الشريط الساحلي، وسيسهل تحريره إمداد الجيش وإيصال المعونات والإغاثة للمدن المتضررة من حرب الميليشيا وحصارها. مشاهدينا الكرام، حول الأهمية الاستراتيجية لتحرير تعز ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي أرحب فيها بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، فأهلا بكم وبه مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث يعني عن البعد الاستراتيجي لتحرير تعز والخروقات التي حدثت في الآونة الأخيرة في باب المندب، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. لم يأبه الكثير للمواجهات التي حدثت قبل قرابة أسبوع بين ميليشيا الحوثي المتمركزة في بعض جزر البحر الأحمر وبين قوات إرتيرية بعد اتهام الحوثيين أسمر بتمكين قوات التحالف العربي من تسهيلات اللوجستية في ميناء عصب الاستراتيجي. فبعد هذا التصعيد أقدمت الميليشيا على استهداف سفينة تابعة للقوات الإماراتية قبالة ساحل البحر الأحمر. أثار هذا الاستهداف غضب المسؤولين الإماراتيين والخليجيين، ووصفه التحالف في بيان بأنه عمل إرهابي يهدد خط الملاحة الدولية. فماذا يمكن أن يؤدي تنامي هذه التهديدات على المستوى الاستراتيجي في ميزان الحرب؟ تعز عقدة الحرب والسلم، فموقعها الجيوستراتيجي يؤهلها لأن تكون شفرة التفوق في ميزان القوى كما يقول الخبراء، لا سيما وأن شريطها الساحلي يمتد من مضيق باب المندب جنوبا وحتى شواطئ المخا شمالا. استمرار معركة تعز دون حسم يجعل المشهد يبدو أكثر تعقيدا على عكس مصلحة التحالف والحكومة، إذ تسيطر الميليشيا على معظم الشريط الساحلي شمالا وصولا إلى ميدي الذي تحتدم فيها المعارك بين حين وآخر دون حسم نهائي لأي طرف، بالإضافة إلى بعض الجزر قبالة سواحل محافظة الحديدة، فضلا عن الجزر التي تملكها إيران بالإيجار وتسخرها لمصلحة الإنقلابيين، بينما لم يستتب الوضع تماما للحكومة والتحالف من نقطة باب المندب شرقا باتجاه حضرموت. أوراق جغرافية استراتيجية تجاذبها المشروعان المتصارعان في الداخل وحلفاؤهما الإقليميون، غير أن القرب الجغرافي لحلفاء الشرعية لم يحدث فارقا واضحا في صراع السيطرة حتى الآن. فهل ستكون تعز في خارطة الصراع خطوة كشملك لصالح المشروع الرابح؟ أخذت الحرب بعدا أكبر مما كان متوقعا، وأصبح بعض الخبراء الاستراتيجيين يعدونها حربا بين المشروع الإيراني والمشروع العربي، معتبرين انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران تهديدا وجوديا على المملكة والخليج، ومن ينتصر في اليمن ينتصر فيما سواها من الجولات. إذا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم للحديث عن الأهمية الاستراتيجية لتحرير تعز. ربما ما حدث في الآونة الأخيرة دكتور عبد الباقي هو ما يجعلنا نعيد ونكرر الأهمية الاستراتيجية لتحرير تعز على ضوء هذه الاختراقات التي تحصل في المحيط المائي. حدثنا عن أهم النقاط التي تجعل من تعز محور للحديث. أنا تقريبا أختلف مع الرؤى التي وضعتها الدول التحالف لمدينة تعز. هناك كثير من الطروحات تتحدث عن أن هذه المدينة ستستنزف قوى الانقلابيين، وبالتالي يعني كانت نقطة استنزاف للانقلابيين من حيث أنها بعيدة عن العاصمة صنعاء وبعيدة عن عدن، وبالتالي
سيتم استنزاف القوى الانقلابية حول هذه المدينة من خلال معارك متقطعة مع المقاومة، وهذا عنصر أول. العنصر الثاني، تحدث الكثير عن ما يسمى تدوين ملف إخلاقي يفضح الحوثيين في هذه المدينة من خلال ارتكاب جرائم ضد الإنسان وضد المدنيين، وبالتالي أيضا مهما كان هذا الهدف أيضا لم يكن أيضا موضوعيا ودقيقا في إدارة المعركة. العنصر الثالث، كان هناك تباين في وجهات النظر بين دول التحالف حول شكل الدولة المركبة، بمعنى هل هي فك ارتباط الجنوب عن المناطق الشمالية، وبالتالي كانت العملية تتوقف في على حدود مدينة تعز، ولكن الآن بدأ هذا العنصر يتقلص أو يكاد ينتهي بعد ما اكتشفت تلك الدولة أن المناطق الجنوبية غير مهيئة لفك الارتباط، وأن فك الارتباط بهذه الطريقة سيؤدي إلى تشظي المنطقة الجنوبية ويعني عدم تحقيق الأهداف المرجوة، وهو المحافظة على اليمن موحدا وغير متشظي، وبالتالي سيكون يعني فضاء مفتوح للجماعات المتطرفة والجماعات المتصارعة، لأسباب ليس فقط أن هناك صراع بين الجماعات، ولكن حتى من منظور علم الاجتماع بأن الهويات الأولية لتلك الجماعات ما زالت حاضرة ولم تتصالح تلك الجماعات مع الذاكرة الوطنية. هناك أحداث 86، هناك 94، هناك أيضا صراع ما يسمى هيمنة مناطق على السلطة حتى عام يعني 86، ثم جاءت قوى أخرى ثم عادت قوى أخرى، وبالتالي هذا يكون ما يسمى الذاكرة مملوءة بالجراحات والصراع. العنصر الأخير هو هذه العناصر الثلاثة أو الأربعة جعلت من تعز يعني هي يعني وفقا لرؤية أنها كانت لم يتم حسمها ولم يتم تقدير حجم هذه المدينة التي تمتلك. نعم. أولا دكتور يعني أنا هدخل النقطة بتاعي. هذه المدينة تمتلك عمق. قبل أن ندخل لهذه النقطة دكتور اسمح لي، يعني هو أنت تتحدث أن يعني هناك ما زالت تعز هي ربما الركيزة الأساسية والأهمية الاستراتيجية لها واضحة، ولكن في نفس الوقت هناك جرائم يومية تحصد العشرات من أرواح المدنيين، يعني هناك لا يوجد ربما هناك بعد نفس في السياسة، ولكن في الواقع المدنيون هم من يعني يقدمون أرواحهم يوما بعد آخر. اليوم يعني جريمة بير باشا تحدثنا عنها دكتور، أكثر من 9 قتلى، دعنا فقط أن نطلع على الوضع الميداني هناك ثم نعود لنناقش هذه الأبعاد. معنا عبر الهاتف محمد أمين الشرعبي الصحفي من هناك. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت العزيزة. أهلا بك أستاذ محمد، تعزينا لأهالي الضحايا الذين يعني سقطوا اليوم ويسقطون كل يوم في يعني تعز وفي كثير من المدن بسبب الميليشيا التي لا تفرق بين المواقع المدنية والعسكرية. حدثنا عن جريمة اليوم وتفاصيلها. طبعا مجزرة مروعة، تعز مظلومة اليوم في هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات والقوات صالح، التي حسب الإحصائيات الآن ارتفع عدد الشهداء إلى 10 قبل نصف ساعة من الآن، وأكثر من 10 أيضا جرحى، يعني 3 أو 4 منهم حالتهم خطيرة من جزر مروعة. استهدفت الميليشيات سوق بير باشا الذي يحتفظ السكان ويحتفظ المتسوقين، هذا استهداف يعني لمزيد من أكثر لحصد كثير من الضحايا في تعز. ما هو أيضا مختلف هذه المرة أن الميليشيات بدأت تستهدف الأحياء الشمالية بالذات تحديدا، كانت تستهدف الأحياء الشرقية لكن هذه المرة تستهدف الأحياء الشمالية بشكل كبير، ابتداء قبل 3 أيام تقريبا، كان أصلها قبل يومين تقريبا في وادي القاضي استهدفت الميليشيات أحياء سكنية مكتظة بالسكان والمدنيين بصواريخ الكاتيوشا، كان هناك العشرات من الجرحى وتقريبا شهيد. من أين يتم القصف محمد؟ يعني أين تتمركز الميليشيا التي يعني نلاحظ أنها تركز قصفها على أحياء مدنية مكتظة بالسكان؟ طبعا التمركز اليوم كان الاطلاق من مراكز او تمركز الميليشيات شمال المدينه تحديدا من منطقه الهشمه من شارع 50، المناطق الشماليه لمدينه تعز هي تمركز الميليشيات، لكن اريد ان تنبيه على نقطه مهمه هنا في هذا الان، انه كانت لماذا الان استهداف الميليشيات للاحياء الشماليه لمدينه تعز؟ نستطيع ان نقول انه
المنظر كان تحرك المنصات التي تحمل الكاتيشة كانت دائما مرصودة ويتم استهدافها من قبل طيران التحالف. خلال اليوم الماضيين أو هذا الأسبوع تقريبا ربما استطاعت الميليشيات نقل منصات إطلاق صواريخ بشكل أو بآخر إلى مناطق بعيدة عن أو يعني مناطق يستطيعون أن يخبون في هذه المنصات ويطلقون لهذه الأحياء. أيضا هناك قصور ربما في المعلومات الاستخباراتية للمقاومة التي ربما كانت سبب في أنها تسمح للميليشيات في تنقل مثل هذه المنصات وعدم استهدافها بشكل سريع من قبل قوات التحالف كما كانت تفعل في الشهور الماضية. هذا مهم انه الان هذه المنصات التي تستطيع ان تنقل الميليشيات الان لديها الحريه الكامله في تنقل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا في المناطق الشماليه تحديدا بعد ان كانت مستهدفه. ومزيدا من انا اعتقد انه كان ضروري على المقاومه والجيش الوطني مزيدا من الجهد الاستخباراتي في هذه المناطق لضبط تحرك هذه المنصات واستهدافهم من قبل التحالف كي يحد من هذه المجازر. نعم. طيب. اليوم نعم محمد، يعني نحن اعتدنا ان حين تتوجه الميليشيا لقصف المدنيين ان هناك تقدم على الارض، هل حدث اي تقدم من قبل المقاومه؟ حدثنا عن يعني اخر تطورات يعني الاحداث في الميدان الذي يجعل الميليشيا تنكسر على الارض وتذهب لقتال المدنيين بهذا القصف. كانت التقدمات قبل 3 أيام ولم يحصل شيء، ولم يكن هذا التقدم هو الوحيد الذي حدث من قبل المقاومه، كانت هناك تقدمات قبل شهر وقبل خلال الشهر الماضي كانت هناك تقدمات مستمره، لكن لم يكن استهدف هذه لم تكن الميليشيات تقوم باطلاق هذه الصواريخ في المنطقه الشماليه، وهذا الدليل ان هذه انهم كانوا يجدون صعوبه في نقل منصات اطلاق الصواريخ الكيتوشا، وجدوا الان فرصه او وجدوا استطاعوا ان ينقلوها بطريقه او اخرى الى مناطق معينه في المناطق الشماليه تحديدا في الشمال في شارع الخمسين في شارع الستين في هذه المناطق البعيده التي تستطيع ان لانه لا يمكن استهداف الاحياء الشماليه الا من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات في شمال المدينه في هذه المناطق التي ذكرتها سابقا. نعم، الصحفي محمد امين الشرابي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة اليك دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني كما قلنا ان المدنيين هم من يدفعون دائما ثمن الحروب السياسيه والعسكريه، ايضا كنت تتحدث عن نقطه مهمه ربما في مساله مركزيه تعز في هذه الحرب. طيب ساكمل اولا عن لماذا تم هناك خطا استراتيجي. يعني الآن كل قصف المدنيين وكل الحصار لا يمكن تفسيره منطقيا إلا إذا كان الهدف هو عنصرين رئيسيين، تدوين ما يسمى بالملف الإخلاقي، أي بمعنى أنك تضحي بالمدنيين وبهذا الحصار من كشف الحوثيين، وهذا يعتبر أيضا جريمة إنسانية. ولذلك أعتقد أن هذا إذا كان لا يوجد تفسير استراتيجي أو منطقي لبقاء هذه المدينة. الحديث أيضا عن خوف بعض دول التحالف من التجمع اليمني للإصلاح ومن هذه الجماعة، أنا أقول أن يعني أيضا ليس حلا، لأن المعركة ليست معركة سهلة، هذه معركة إقليمية، وبالتالي لا مجال إلا باللقاء والتفاهم والحوار و يعني إيجاد نقاط مشتركة بين كل المكونات في المدينة. العنصر المهم الآن كشفت لنا الظروف أن مدينة تعز مدينة استراتيجية كانت ستعجل باستعادة كامل الدولة اليمنية. بالتالي أعتقد أن الغرب علمنا ما يسمى بالعقلانية التواصلية، وعلمنا بالتالي عدم إقصاء الآخرين بل التحاور معهم واللقاء حول نقاط مشتركة. وأعتقد أن التخوف من هيمنة جماعة على أخرى لم يعد في تعز ممكناً. اثنين، كشفت لنا حادثة اليوم قصف السفينة التي أن منطقة تعز استراتيجية في ساحلها البحري، وأن تأمين كل الجزر والممرات البحرية في مدينة تعز يعد بعدا استراتيجيا في إدارة العمل العسكرية وفقا للبعد الاستراتيجي وتنفيذا لقرار 2216 الذي يمنح دول التحالف مراقبة حركة السفن وعدم ويقول الحوثيين بعدم استفزاز دول التحالف من خلال كثير من العمليات. لذلك مدينة تعز من ناحية الاستراتيجية قلنا أنها تحمل ما يسمى بالموروث الوطني، موروث وطني. هناك موروث تاريخي في الحركة الوطنية، وبالتالي كان يمكن استغلال هذا.
وأهم عنصر أيضا قلنا أنه في مدينة مأرب وفي مدينة الجوفة، هذه المناطق القبلية، هناك يعني روح وطنية عالية وهناك تموضع خلف الشرعية، ولكن هناك ضبط لها من ناحية ماذا؟ من ناحية هناك أيضا ضبط قبلي، بمعنى أن هناك سلطة قبلية تضبط هؤلاء وتتحكم بكثير، لأن الفرد ليس له حضورا. في مدينة تعز، هذه مدينة الشاسعة الديمغرافية، في ظل غياب مثلا دخول الأحزاب اللقاء المشترك إلى الحوار الوطني منفردين، نحن الآن بحاجة إلى أن نكون كتلة الآن، وبالتالي ينبغي للحزاب السياسي أن تعمل في هذا التوقيت، وينبغي لمؤسسة المدينة أن تعمل، وينبغي التعاون مع مدينة تعز كحامل اجتماعي للمشروع الوطني. هذه المدينة كانت حاملا اجتماعيا وجماهيريا للجمهورية، لحصار السبعين، للوحدة اليمنية، لكل اللحظات المفصلية في تاريخ اليمن. لذا أنت في علم الاجتماع يقول لك رأس مال وطني، هناك رأس مال وطني تمتلكه هذه المدينة من الناحية الحزبية والسياسية والوطنية. اثنين، أنت ليس بحاجة إلى تأطير المواطنين، أنت عندك كم ديموغرافي منتشر في كامل الجمهورية اليمنية، بالتالي هذا الكم لن سيزودك برجال في المؤسسة الأمنية والعسكرية، سيزودك بجماعات عسكرية لا لن تتجه بعد العمليات العسكرية إلى البحث عن هوية تعزية أو عن أي مطالب جهوية، ستنخرط في العمل الوطني، وهذا يوفر علينا جهد ويوفر علينا وقت، وبالتالي لديك جماعة حامل مشروع وطني. من هنا أنت لم تستغل هذا التاريخ. اثنين، إذا كان تخوف بعض الدول عندما كان لم تحسم بعض مشروع شكل الدولة وتوقفت المعارك عند بعض الجماعات ذات المطالب قصيرة النظر على تخوم تعز، نقول أن أهم عنصر لهذه المدينة هو أنها يعني تتسق مع مجالها الوطني، اتساقها في المجال الوطني ومع المنطقة الجنوبية، وبالتالي كنا نحمل كثير من الأسئلة لماذا توقفت العمليات على تخوم تعز وكان بالإمكان تحقيق الانتصار واستعادة تعز في وقت مبكر. بالتالي لقد خسرنا وقت وهذا أضعف نعم سلطة دكتور، لكن الآن يعني ربما ما حدث على يعني في المياه من تفجير للسفينة الإماراتية، هل سيعيد يعني مثل هذه، لم تكن هزة لمدى أهمية هذا يعني الموقع الجغرافي لتعز، للشريط المائي الذي تطل عليه، لميناء المخا أيضا؟ يعني هناك تهديد واضح للسفن، نعلم كم يشكل من أهمية، ولا ننسى يعني ربما آخرها التهديد الذي أصدرت وكالة سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بأن لا يسمحون بالمرور لأي سفينة إلا بالأخذ منها. نحن نأخذ هذا حديث من أجل رفع مستوى سقف حضورهم، أنك قوة مركزية قادرة على إيقاف الملاحة، هذا يتناقض مع القرار في 2016، يتناقض مع المواثيق الدولية، ولكنهم لا يأبهون. أنا سأقول لك لماذا لا يهبهون الآن. هذا ما تم قصف البارقة البحرية على ينبغي على دول التحالف، هذا يبرر لدول التحالف لماذا تدخلت في اليمن ولماذا هي مع سحب السلاح من ميليشيات، لأن هذه جماعات لا تلتزم بالقانون الدولي ولا تحترم حقوق الإنسان وتنتهك حقوق المواطنين. حتى لو كانت سلطة، أهم وظيفة للسلطة تتعلق بماذا؟ بحماية المواطنين. لا يمكن لك، المخلوع صالح فقد شرعيته وفقا للقانون الدولي عندما قام بجمعة الكرامة، بالتالي وظيفة الدولة، وظيفة السلطة الرئيسية الأصيلة وفقا للمواثيق الدولية هي حماية المواطنين، وبالتالي عندما تقوم بوظيفة غير ذلك فإنك تفقد مشروعيتك. لذلك عندما تفقد السلطة شرعيتها نظرا للقيام بدور مخالف للدور الذي وجدت من أجله، وبالتالي هي الآن تقوم بوظائف مخالفة حتى لو كانت سلطة واقعية تقوم بوظائف مخالفة. نحن الآن في هذه اللحظة هناك تحول في الموقف لدول التحالف، وكان هناك إجماع على أن وحدة اليمن عنصرا رئيسيا، لذلك الآن علينا الإسراع في تأمين الممرات المائية واستكمال السيطرة على الساحل اللي يمتد من تعز إلى الحديدة إلى بقية المناطق البحرية، لأسباب تتعلق بأن هناك أطماع إيرانية للسيطرة على هذه المناطق، أن نحن نعلم أن هناك استئجار جزر وهناك وجود خليجي في بعض الجزر في عصب إلى آخره، لكن السيطرة على المنافذ المائية يوفر للسفن التحرك، يحاول مراقبة إمداد الحوثيين بالسلاح، أيضا
يحقق هدف المواثيق الدولية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حماية الأمن القومي في منطقة الخليج. بالتالي أعتقد أن خطى استراتيجي كبير تأجيل تعز يهدد بتشظي اليمن. يعني هناك أعتقد ربما اختلف مع العسكريين، ولكن المنطق يقول هكذا، أن الذي اتخذ قرار وكل الحجج التي نحن حاولنا تجميعها من خلال منذ انطلاق عاصفة الحزم كلها حجج واهية أمام أهمية تعز في تغيير معادلة الصراع. ولكنها ربما الآن هي آخر ما يفكر به. لماذا برأيك؟ لا، هناك تحول، هناك تحول، المعركة في هناك تحول. بقول لك على شيء، هناك تحول الآن، وأنا أيضا أعطي رسائل لأني على اطلاع تام الآن مع قيادة المقاومة ومع قيادة تعز. هناك تحول نوعي نحو دعم مدينة تعز. تصوري على سبيل المثال، المحافظ لا يستطيع أن يعزل أي موظف إداري، لأن البنك المركزي في تعز كان في إب، وبالتالي عبد الجنادي هو الذي يوزع المرتبات، وبالتالي لا تستطيع أن تعدل أو تعين موظف أو تعاقب أحد مدراء المجالس المحلية، لأن مرتباتهم ويتبعون سلطة الحوثيين. وبالتالي أنت تأخرت كثيرا في نقل البنك المركزي، ولم تمنح المحافظ قدرة على أنه يدير الحياة اليومية. بالتالي كان هناك خطأ استراتيجي في البداية، وهو بقاء البنك المركزي في صنعاء، وبالتالي لم تنقله. والآن عليك أن تسرع في تفعيل البنك المركزي في عدن، وفي جعل يعني توقيعات الشيكات وصرف ما يتعلق بمدينة تعز مرتبط بمدينة عدن، حتى تستطيع السلطة المحلية أن تقوم بجمع الجماعات في تعز. أنا أقول لدول التحالف، ولدي معلومات دقيقة من الداخل، أن الآن ليس هناك تخوف من أي فراغات أمنية في المدينة. هناك إدماج لكل رجال المقاومة في القوات المسلحة، هناك الآن تأسيس مؤسسة أمنية، هناك تفهم ووعي ناضج جدا لدى الجماعات أن تعز مؤمنة تماما. أقول أن إدارة الصراع الحالية كانت متقطعة وكانت تركز على، وهذا خطأ استراتيجي غريب أن تكون دول التحالف بهذه الإمكانية المالية ولديها عقول شديدة. لكن الأخطاء الاستراتيجية كثرت دكتور. طبعا، لأن عندما تدير معركة، تدير معركة بخيار عسكري، لا يمكن لك أن تدير معركة بخيار عسكري. عندما تدير معركة والحكومة في الخارج، يعني أنت تدير حكومة في الرياض، بالتالي ليس الحكومة هي معيارنا. حتى الآن لما عادت الحكومة، أين السلطة الشرعية؟ جزء منها الذين يدعمون الشرعية يعودون للداخل. أين السلطة القضائية وجزء من القضاة يعودون إلى عدن؟ لأن السلطة القضائية، السلطة القضائية والدستورية والتشريعية، هذا العودة ليس فقط عودة لحكومة مجرد أشخاص دون مؤسسات، تعود الحكومة بكل مؤسساتها الدستورية، يعود البنك المركزي. هذه العودة الجماعية للمواطنين ستعمل على خلق نوع من الاستئناس بين المواطنين، ستحرك الاقتصاد في مدينة عدن، ستخلق الناس حياة جديدة، سيدافعون الناس عن مصالحهم. الدولة حتكون موجودة. أين نقطة الصراع في اليمن؟ أهم نقطة صراع مع دول التحالف ركزت على القصف وركزت على العمليات العسكرية، وكان الذي يدير الحياة اليومية للمواطنين الانقلابيين. نعم. عن طريق البنك المركزي. لو سمحت كمل الفكرة. بالتالي لا يمكن لك أن اعترفت بالانقلابيين كسلطة واقعية في الحياة، أنها ترتب مواطنين، تدير الحياة. عندما تريد أن تستعيد سلطتك، عليك أن تدير حياة المواطنين. كيف تدير حياة المواطنين؟ حمايتهم، توزيع الرواتب، يعني السيطرة على الجغرافيا. نعم. أنت الآن لم تقم بذلك. بالتالي أقوم تعز، قلنا من هذا عنصر استراتيجي. عنصر الثاني لو سمحتي، اللي هو تعبية الجماهير وتوحيد مزاجها الشعبي، ونحن طلبنا فيه من هذا الاستوديو لأكثر من مرة. وبالتالي ما زال المزاج الشعبي الآن هناك أعلام تداس، ونحن نعرف أن هذه الجماعات التي تضع العلم اليمني في الأرض وتخالف الدستور وتخالف القوانين هي جماعات تتبع إيران وتتبع جماعات للانقلابيين، تقوم بأدواء. هناك أيضا مزاج شعبي رافض، حتى لو كان هناك مزاج شعبي لديه نوع من الرفض لكل ما هو وحدوي. أين التعبية الشعبية التي توحد المزاج الشعبي؟ نعم. أين تغير في حياة المواطنين بما يجعلهم يدافعون عن المستقبل؟ أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الهادي العزازي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أستاذ عبد الهادي، برأيك ما أهمية تحرير الشريط الساحلي في تعز وخاصة المخاء؟ تحرير
الأخير على الشريط الساحلي في تعز، وخاصة المحا، يعني إيقاف عملية تهريب السلاح أولا للميليشيات، هذا جانب. اثنين، فتح منفذ للمحافظات الشمالية الغربية عبر ميناء المحا، وبالتالي مجموعة الموانئ الموافقة لميناء المحا كميناء الموزع والخوخة وبقية المنطقة. هذا من جانب. الجانب الآخر، قطع التواصل الأفريقي مع شرق أفريقيا لجماعة الميليشيات ومع أيضا السفن القادمة من إيران. هذا من الناحية الثانية. الناحية الثالثة، أعتقد أن دخل المحا كان يفوق 2 مليار، وبالتالي هذا سوف يسهم بشكل كبير في مسألة خلق استقرار للسلطة المحلية في تعز. وأعتقد أن تحرير المحا وميناء ذوبان وامتداد الشريط الساحلي إلى الخوخة وما تلاها بالنسبة مثلا لمحافظة تعز مهم جدا في خلق استقرار للسلطة المحلية وبالتالي خلق الثبات. وأعتقد أنه أهم من تحرير الحوبان في المدينة في هذا الظرف بالذات. نعم أستاذ عبد الهادي، يعني تم استهداف كما تتابع البارجة الإماراتية في الأول من هذا الشهر، وهناك أيضا صدر اليوم بيان عبر وكالة سبا التي يسيطر عليها الإنقلابيون يتحدث عن تهديد أي سفينة تود العبور إلا يعني بإذنها. بتقييمك يعني ما الذي يعنيه مثل هذا التهديد أو البيان الذي أصدرته وكالة سبا؟ التهديد والبيان الذي أصدرته وكالة سبا لا يختلف عن تكليف رئيس وزراء جديد. الجماعة وجماعة الانقلاب تسعى إلى تحسين وضعها التفاوضي وبالتالي تمارس مزيد من الضغط. هي الآن انتقلت إلى الطور الثاني الذي مارسته الفصائل المتقاتلة في الصومال عندما تحولت إلى قرصنة بحرية. هي الآن تحاول الضغط على العالم، وهذا ما حذر منه رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وحذر أيضا فيه الطواقم الغربية سفارات الدول الغربية من أن وجود هذه الجماعة على سيف البحر في منطقة البحر الأحمر و باب المندب سوف يهدد التجارة العالمية. هذه الجماعة الآن في الطور في الرنق الأخير، وهي نعم. تحاول البحث عن قشة نجاة لها. لكن أستاذ عبد الهادي، نعم، يبحث عن محرك سياسي، صالح يبحث عن محرك سياسي، أما جماعة الحوثي فهي تبحث عن كيفية بقاء السلاح بيدها، وهي لن تسلم السلاح، هي الآن تمارس ابتزاز. لكن ودولي في ظل هذه الممارسات أستاذ عبد الهادي، يعني هي تمارس ابتزاز وضغوط كما تحدثت، ولكن في المقابل ما الذي يتوجب على قوات التحالف والشرعية أيضا يعني إزاء كل هذه الضغوط؟ إذا كل هذه الضغوط يتوجب على قوات التحالف العربي القيام بعمل بحري كما قامت به في منطقة عدن، وبالتالي تحرير هذه المناطق وتأمينها، خصوصا المناطق التي تقترب من المنطقة الضيقة في البحر الأحمر، أي المنطقة الممتدة مباشرة من ميناء الخوخة وحتى باب المندب، وبالتالي تؤمن حركة التجارة في المضيق الدولي. هذا أولا، وهذا التزام بالنسبة للتحالف كان أحد أهدافه تأمين حركة التجارة العالمية، وهذه مسألة مهمة، وعلى الدول الغربية استشعار المسؤولية، لأننا قد ندخل طور أما الطور الذي دخلته الجماعة الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي. سوف تبدأ هذه الجماعات، أي نعم هي لا تمتلك قوات بحرية بالقدر الكافي، لكن استهدافها لسفينة في خليج عدن يعني أنها امتلكت زوارق إيرانية حديثة استطاعت أن تستهدف هذه السفينة بوقفة هذه الزوارق، وليس كما يقال أنها ضربت بصواريخ من الشريط الساحلي. بالعكس، هذا يؤكد ما دعا إليه الجميع من أن عملية التهريب للسلاح مستمر، وهناك أطرافا كثيرة متورطة غير إيران في هذه المسألة. نعم، إذن نفهم من حديثك أستاذ عبد الهادي أن معركة تعز يجب أن تتوجه نحو الشريط الساحلي وألا يتأخر الأمر أكثر من ذلك؟ أنا أعتقد أن التوقيت عام تماما بمجرد السيطرة على الربيعي وتدعيم هذه المسألة، هي محتاجة الآن من على المقاومة بتحد حاشد كافة إمكانياتها، كون المقاومة حاليا
لا تحصد سوى كما يقال من 60 إلى 65% من قوتها الحقيقية. عليها إعلان حالة الاستنفار وحشد كامل قواتها، وعلى التحالف العربي التحرك بالشريط الساحلي باعتبار أن هذا الشريط هو من يوفر المورد المالي بدون ضرب الدائرة المالية لجماعة الانقلاب. كانت أهم عملية هي نقل البنك المركزي، الآن تجفيف منابع الإيرادات لهذه الجماعة، وهذا يقتضي السيطرة على الشريط الساحلي أولا، وثانيا نقل المنظمات الدولية التي توفر قسم كبير من الإغاثة كمجهود الحربي إلى ميناء الحديدة، ونقل أيضا مكاتب الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة إلى عدن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور عبد الباقي، وددت أن تعلق على نقطة ما، تفضل. أنا فقط أعلق على، طبعا أتفق مع ما تم طرحه من قبل العزيز الدكتور العزازي، لكن أيضا علينا نحن ندرك لدول التحالف ونوجه رسالتنا إليها أنه آن الأوان لاستعادة تعز لقلب المعادلة في وقت قصير جدا، لأنه سيغير المعادلات، لأن هناك هذه ضرب السفن ليس هدفه فقط تحقيق نصر يعمل على تعبئة الجماهير الانقلابية، الجماهير الانقلابيين واصطفافها، والهدف أيضا خلق حالة من استحضار صورة أن هناك حالة تشبه الصومال في الملاحة الدولية، وأن هناك وضع متفجر وقرصنة سيتم والسفن ستضرب. نعم، ولكن مثل بيان اليوم، بس أكمل نعم. الفكرة عشان العنصر الثاني يتعلق أيضا بأن الانقلابيين نحن نتجاوز القرار الدولي، أنهم قادرين على قصف سفن، وبالتالي هذا سيجعل المجتمع الدولي يضغط إلى الذهاب لتسوية، وبالتالي هم الآن يحاولون يحسنون الموقف، وبالتالي نحن القوة، وبالتالي هنا الدول الراعية حسب مصالحها تتحرك، ولهذا على دول التحالف أن تدرك أين هذه المصالح. إذ عندما أردوا ضرب صدام حسين تحدثوا أنه يمتلك قنبلة نووية، وأنه وأن الهدف ماذا؟ تبرر الضرب. الآن نحن أنت عليك الآن أن تنفذ القرارات أو ترفع من سقف أنهم يشكلون خطرا على الأمن والسلم الدوليين، أنهم يشكلون خطرا على الملاحة الدولية، وبالتالي تقوم بتقويض كل ممكنات هذه الأسلحة المتوفرة لديهم، تكشف للعالم أنهم لا يحملون مشروع سلام، وخاصة مع قصف تعز وقصف السفن إلى آخره، يعني لا يلتزمون بالمواثيق الدولية وبما تم إصداره من المجتمع الدولي، يريدون أيضا القول أنهم فاعل لاعب رئيسي وقوي، وبالتالي لا يمكن تجاوزه، وأنهم يمتلكون السلاح، وهذا المخلوع صالح سرع بن يمتلك سلاح لسبع سنوات الآخر، وهو صراع، ربما يكون هذه الضربة تندرج هنا على دول التحالف أن تدرس كيف يمكن توظيف ذلك من خلال الحديث عنهم يهددون الأمن والسلم الدوليين أو وأيضا. لكن أنا لا يهمني هذا، لأن نحن ندرك أن المجتمعات الغربية هي الآن تدفع نحو الذهاب بتسوية تحت مبرر يعني الحالة الإنسانية للمجتمع اليمني وتقليل النتائج، وتحت حالة عدم تشظي الوضع. لذلك أعتقد أن دول التحالف قد فقدت كثير من الوقت في أخطاء استراتيجية كبرى تتعلق بتأخير معركة تعز، تأخير توقف المعارك على تخوم تعز بعدم استعابة الجغرافيا اليمنية، ونحن نعلم أن القوات في عدن قادرة على أن تستعيد تعز خلال 3 ساعات. وأنا أيضا أقولها بثقة أن خطة تحرير تعز من قبل المقاومة والقيادات في تعز جاهزة ومكتملة، وأستطيع أقولها بثقة أيضا أن تعز ستكون مؤمنة ولن يكون هناك فراغات أمنية. أعتقد أن هناك خطة جاهزة على دول التحالف أن تنفذ خطتها، أولا بالسيطرة على الممرات البحرية وعلى الجزر وعلى الجانب الساحلي، وهي تستطيع تحقيق ذلك. عليها أن هناك كثير من الجماعات التي تعتبر ما يحدث في المناطق الجنوبية، وليس كلهم طبعا، هناك جماعات قيادة تدرك ما معنى ذلك، لكن تستطيع دول التحالف كما قلت لك، المعركة ليست معركة عسكرية، المعركة أيضا تعبوية، المعركة أيضا وحتى الآن عندما تدير معركة، وأنا قلتها من هنا، عندما تدير معركة في أجندتين وطنيتين، هناك أجندة لأبناء المنطقة الشرقية، طبعا ليس كل النخبة، ولكن عندما يكون معك أجندتين وطنيتين، هذه الأجندة هناك أبناء مناطق الجنوبية، بعض الجماعات لديها نزوع حتى نفسي نحو فك الارتباط، ولديك أبناء مناطق الشمالية أيضا ليس كلهم مع فك الارتباط، ولكن أيضا مرتبطين بهذا، هذا يؤدي لك تدير معركة ضعيفة، وهناك جماعات عسكرية ستقول هذا شأنا شماليا لا علاقة لنا به، كيف يمكن لك أن تقوم بالتعبية وخلق مؤسسات والسيطرة وتوفير الموارد والإجراءات بما يعمل اتساق بها حتى عملي أو براغماتي بين هذه الجماعات لاكتمال أو حتى إيجاد ما يسمى معركة
حركة مشتركة مؤقتة حتى تستعاد الدولة ومن بعدها نقرر أي شكل للدولة. اثنين، كيف يملك لك أن تدار؟ أنت تعلم جيدا وعمل، لاحظي قصف السفينة، عملية اغتيال في مدينة عدن تمت بكاميرات يعني متقدمة جدا كانت تمتلكها الأمن القومي، وهي عملية من جماعات تسمى بالمخابرات اللي هي الأيادي القذرة، تقوم بعمليات بدم بارد، هذه أمن قومي يقوم بالعمليات. لماذا هذا التوقيت بالاغتيالات في مناطق فقط الشرعية؟ أي أن هذه المدينة غير قادرة على أن تستعيد على أن تحمي مناطقها. اثنين، هناك أيضا خطأ استراتيجي بتعدد القيادات العسكرية في المناطق المستعادة، أي لديك القوات النخبة الحضرمية، لديك قوات تدفع الإمارات، قوات تدفع سلطة شرعية، لديك الحزام الأمني هذا الذي يرتدي حتى ملابس لا علاقة لها بالزي العسكري اليمني، هذا كله مؤثر على المواطنين. عندما يكون الحزام الأمني في عدن، كيف يمكن لك أن تشكل عاصمة سيادية لإدارة معارك؟ وهذه عدن ليست لكل اليمنيين. يعني نعكس أيضا مثل هذا المشهد في تعز، هناك تخوفات من ذلك؟ لا، أعتقد أن وفقا لكل المعطيات الواردة إلينا أن إذا ما حزمت يعني أو اتخذت دول التحالف قرارا والتقت وحددت شكل الدولة، وهي متأكدة الآن، متأكدة تماما أن إيران على التخوم، واعتقدت تماما أن يعني أي فك ارتباط في اليمن سيكون له كوارث يعني نتائج كارثية على المنطقة. بالتالي هناك قناعة ببقاء اليمن موحدا باستعادة تعز، لكن الحركة بطيئة. هناك الجيش، نعم دكتور، يعني في ظل هذه الحركة البطيئة هناك تحرك أسرع. يعني نعود للبيان الذي تحدث أو أصدر اليوم، يعني تهديد سافر وواضح لأي سفينة تود العبور، هذا يؤثر على شركات التأمين، يؤثر على شركات الملاحة، يؤثر على السفن التي تود والدول التابعة لها. كل هذه الضغوط هي فعلا ضغوط حقيقية وليست فقط القول نحن الأقوى، لكنها ضغوط حقيقية على مستوى العالم. نحن أمام جماعة تدرك تماما أن المجتمع الدولي، نحن ندرك ذلك، ولهذا نحن نوجه رسالتنا بشكل واضح دول التحالف والسلطة الشرعية. نحن ندرك أن هناك توجه دولي لعدم إيجاد تسوية دائمة، هذا واضح ومعروف ولا نخفيه، وبالتالي نقوله بصوت مرتفع، لأن هناك توجه دولي كما هو في العراق، كما هو في ليبيا، كما هو في سوريا. يعني حتى الآن سوريا تهيئ إلى كم كيان، وبالتالي العراق يتحدثون عن جيش سني وشيعي وعن أكراد وقومية، هم يريدون في اليمن هذا المشروع. بالتالي هؤلاء الجماعة يدركون هذا التوجه الدولي، وبالتالي هم يريدون أن يفرضوا أنفسهم كرقم لا يمكن تجاوزه. والمجتمع الغربي عندما كان يضغط في الكويت، يضغط على المفاوضين، يضغط على السلطة بقبول التسوية وعدم التماسك في 2016، لأن السلطة تدرك أن هناك توجه دولي لجعلهم طرفا أصيل. نحن الآن عندما نضع خطة، نحن نعطي خطابا للعالم، وقلناها من هنا، نعطي خطاب للعالم عن انظروا إذا ماذا يفعلون، لكن هذه العمليات العسكرية متقطعة، هذه الرؤية القاصرة التي لا تستعيد تعز خلال أقل وقت وكان بالإمكان، والآن الوقت مناسب عندما تقترب القوات تستعيد تعز وتقترب القوات من صنعاء ويتم استعادة جغرافيا، ليس استعادة جغرافيا دون مؤسسات، أرجو التركيز معي، لا يهمني استعادة مجال جغرافي، يهمني إدارة المجال الجغرافي، بمعنى أن يكون لديك مؤسسات، بنك مركزي يسلم مرتبات، أمن قاعد على جمع المعلومة، على حماية المواطنين، أنت قادر على أن تكون عدن مدينة لكل اليمنيين، أنت قادر على يعني كثير من هذه التفاصيل، أنت لديك قدرة مالية، قدرة لوجستية، عندك لديك تخطيط تدخل آني والتدخل بعيد المدى. بالتالي أعتقد أن هذه الخيارات العسكرية المتقطعة التي هي عمليات توقف في عدن ولا نعرف لماذا، تعز يعني يتم البقاء في جزء من الساحل ثم التوقف، قصف المدنيين تدخل، بقاء الوضع غامض من بعض القيادات العسكرية والجماعات العسكرية المنتمية تحديدا لما يسمى بحركة الأخوان وتجمع اليوم الإصلاح وجزء من، علينا أن نلتقي في طاولة وأن نتحاور، لأن المعركة لا تتعلق بعواطف وبمواقف آنية، علينا التحرك بموقف تاريخي يرتقي إلى لحظة التحديد. المسألة لا تتعلق بثورة مضادة لثورة سبتمبر، المسألة تتعلق بما يسمى إيجاد إيران في منطقة الخليج كطرف أصيل وقوة إقليمية ضاربة يتحول فيها
كل دول الخليج بتسليحها وإعدادها واتفاقيات دفاع مشتركة مع الخليج لحماية ذاتها من إيران وليس من إسرائيل، وبالتالي إسرائيل ستصبح صديقة في المنطقة، وبالتالي يعني إعطاء مفاعلين. هذا الكلام ربما سيزعج الكثيرون. يعني يزعلهم. نحن نقول بوضوح عندنا شعب يعاني، هناك مفاعلين نوويين لإيران، هناك رفع الدعم، هناك إيجاد سنة وشيعة في إيران، والآن سعي لإيجاد سنة وشيعة في اليمن حتى يكون لديهم وكلاء محليين في المنطقة، هناك شيعة في حزب الله في لبنان وهكذا يعملون، بالتالي إيران لكل لديها وكلاء محليين وتصنع القرار. بقاء المخلوع صالح ليس بقاء كقوة من أجل الابتداء، بقاءه كمنظومة فساد حتى يتم استنزاف البلد وبقاءها رخوة. وانظر في العراق استنزاف الأموال والدولارات للبس من بقاء منظومته الفاسدة أيضا وليس فقط العسكرية. بالتالي دول الخليج عندما تكون بكل هذه القدرات المالية وأن تكون بكل هذه النخب، هناك نخب فاعلة ونخب مفكرة قد استفادت من الغرب، كيف لها أن تدير معركة أحادية عسكرية؟ كيف لها أن تجعل من السلطة الشرعية طرفا ضعيفا؟ وبالتالي عندما تعود الحكومة أو بعد سنة ونصف يتم نقل البنك المركزي بفضيحة، بعد سنة ونصف أن تعيد بنك مركزي، أنت اعترفت بالإنقلابيين كسلطة واقعية عندما قبلت الهدنة الاقتصادية، كيف يمكن لك أن لا تفعل سريعا البنك المركزي؟ كيف يمكن لك أن لا تقوم بإدماج القوات المقاومة الوطنية في مؤسسة أمنية استخباراتية لجمع المعلومات بديلة لحق المخلوع صالح؟ كيف يمكن لك أن لا تجد مناطق آمنة وطلبنا بها قبل عام ونصف من هنا، وقلنا أن أهم لعبة للحوثيين هو إيجاد حالة نفسية وتدهور معيشي بما يجعل المجتمع الدولي يضغط تحت التقارير الدولية وعن طريق الحوثيين الذين يتنقلون من مكان إلى آخر للحديث عن العدوان وعن الكوارث حتى يتم الضغط أنه من أجل المواطنين اليمنيين. تدهور البنك المركزي كان مدروسا من المخلوع صالح، قعد الحوثيين في واجهة المشهد واستنزاف الأموال بهدف ماذا؟ تحصل أزمة اقتصادية حادة، تدهور حل معيش، يأتي كمنقذ، وبالتالي هو الذي سيأتي بالمرتبات والتبرعات وسيخرج الأموال اللي نهبوها، وهناك عملية وهمية لتسليم تبرعات البنك المركزي، ثم سيدفعون مرتبات بعد إعلان الحكومة من هذه الأموال 50 ريال و200 ريال، وهي الأموال التي نهبوها بشكل مدروس ومنهجي، ومن 60 مليار التي نهبها من ممارسة الشعب اليمني. بالتالي عندما تدير هذه المعركة، وأنت عندما تدير معركة بحكومة أفراد وليس حكومة مؤسسات، هذه ليست معركة مع الحوثيين. إذن دكتور لنركز الحديث، ما الذي تحتاجه الشرعية لأجل يعني استعادة أو لقلب موازين الكفة ناحيتها، وأيضا ستنقلب يعني المعركة العسكرية 90% في حال ما تم اتخاذ قرار استعادة تعز كما تم النزول لعدن. بالتالي إذا ما تم استعادة تعز، أنا أقول لك أن صنعاء لن تأخذ ساعات، لأن تعز ليس فقط يعني سيؤدي إلى، حتى لو كان هناك في هناك نوع من المزاج الشعبي الرافض، قلنا عندما نريد أن ندير معركة ونستعيد تعز، نعيد الحكومة كاملة، نعيد جزء من من من, من السلطة التشريعية، أين السلطة القضائية لهذه الدولة؟ أين شوفي أنا سمعت حديث لمارب وكنت في قمة الإعجاب لشخص شيخ قبلي يتحدث عن أن المحاكم تعمل، هناك وعي ونضج، بالتالي قال نحن قبائل لنا شغلنا، لكن الدولة ينبغي أن تعود كقضاء ومحاكم. أين مجلس القضاء الأعلى اليمني الذي موجود في عدن يدير المعركة؟ أين السلطة القضائية والمحاكم تدير المعركة؟ أين أعضاء البرلمان الذين يتم تهريبهم أو الذين مع السلطة يكون موجودين في الداخل؟ ليس الحكومة فقط بندغر ومجموعة وزراء، نحن بحاجة إلى مجموعة فريق عمل، حتى لو ما عندكش داتا ولا عندك وزارات، عندك ما يسمى بالتيم وورك، فريق عمل يعمل برؤية استراتيجية. أين الفريق الأمني العامل؟ أين الخلايا؟ أنت لا تعمل بمعركة فردية. اثنين، أنت تعيد تستعيد السلطة وتديرها لحياة المواطنين، بالتالي تدير معركة جاهزة قبل أن تنتقل لتعز. ينبغي أن تعمل على تعبئة الجماهير وتوحيد مزاجها وضبط جميع القوات والجماعات العسكرية في عدن تحت قيادة موحدة، بقيادة الإمارات، بقيادة السعودية، بقيادة الشرعية، بدول التحالف. المهم هنا قائد مركزي لكل القوات محدد وهادف ولديه أهداف. من هنا تعز ستعمل على توحيد المزاج الشعبي، اندماج ما يسمى بالسياق التاريخي، يخف هنا تهديد انفصال البلد وتهديد شظ المجتمع اليمني. سترفع تعز المناطق الجنوبية بكميات من البشر الذين يحملون مشروعا وطنيا وقابل لإدماجهم في القوات المسلحة، وسيقومون كأطباء ومهندسين ومدرسين، وسنقوم بالتدريس تحت الأشجار، فوق الأشجار، تحت المباني المكسرة، سنقوم بإيجاد فنانين وأغاني ورسوم، هناك لدينا علم النفس في تأهيل الأشخاص. بالتالي أنت لا مدينة تعز هي عنصر، وقالوها العسكريين، هي عنصر قلب المعادلة. بالتالي أولا عدن تعود كعاصمة سيادية واضحة لكل اليمنيين،
ينبغي أن على الرئيس أن يوضح الصلاحيات ومن يحكم عدن، هل السلطة المحلية أو رئيس الوزراء أو الوزراء؟ لماذا الحديث عن وزراء راحوا إلى مأرب، وزراء راحوا إلى كذا الشماليين، وهناك بعض طبعا بعض الوزراء من الجنوب، لكن هذا حديث مؤلم أن تترك هذه الأشياء رخوة أو غير واضحة. بالدلع عن كيان كامل من الحكومة كفريق عمل في مدينة عدن، هذا سيخلق عند الناس استئناس، سيخلق حركة اقتصادية بعودة الناس، وجود سلطة تشريعية، حكومة، وزراء، فريق. بعدين ماذا ما نأمله؟ يعني إذن إدارة المعركة الآن الحوثيين على ماذا يراهنون؟ يراهنون على أن هناك تهديد بفك الارتباط، وبالتالي جماعة منطقة تعز ومناطق الشمال يشعرون أن هناك نفورا من هنا، بالتالي أنت تقوم باجتثاث الانقلابيين أو بالمحافظة على هذا المجال، كيف يمكنك أن تعبي هذه الجماهير في مضاجع؟ هو مراهنون على لديهم حراك إيراني، بالتالي توحيد الهوية الوطنية واتساقها، بالتالي يصبح هنا ثنائية السنة والشيعة الذي يسعون إلى خلقها. نخرج من انتهاء الوقت دكتور عبد الباقي، يؤسفني ذلك، حديثك يعني في غاية الأهمية لو كان هناك من يسمع. شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.